أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هناك من العلماء من فرق بين تعريف الحمد وبين تعريف المدح، فالحمد فيه محبة وتعظيم، وأما المدح فقد يكون مدحا كذبا أو خوفا أو نحو ذلك، فهل هذا التفريق صحيح؟ لا، هم فرقوا بين ما كان من صنع العبد، فهذا يحمد عليه، يقال يحمد على صنيعه الاختياري، وأما المدح فيكون على الشيء الذي لا اختيار للإنسان فيه، مثل الجمال، كونه جميل الصورة، هذا يسمى مدح لا يسمى حمد، فلا يحمد لأنه جميل الصورة، وإنما يمدح بذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.